وللحديث أكثر حول مستجدات الحملة الوطنية للتطعيم معنا عبر الهاتف الدكتورة جليلة السيد جواد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. دكتورة جليلة، بعد التحية، بلغة النسب والأرقام، كم بلغت نسبة الحاصلين على التطعيم في مملكة البحرين؟ مساء الخير جميعا، ولله الحمد وبفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد عاهل البلاد المفدى، المتابعة الحثيثة لولي العهد رئيس الوزراء الأمين، الأعداد ارتفعت المحصلين بالتطعيم وبلغت لغاية 23 مارس ما تجاوز عن 439,433 جرعة من الجرعات الأولى تم إعطائها للمستفيدين من اللقاحات سواء من المواطنين أو المقيمين. تقريبا ربع مليون اللي هم 240,648 لغاية أمس حصلوا الجرعة الثانية من اللقاح. ما شاء الله ما زال الإقبال المجتمعي على الخدمات الوقائية مستمر، وهذا يرفع الأعداد وإن شاء الله ترتفع أكثر وأكثر لتحقيق مناعة مجتمعية وتحقيق التعافي ونتجاوز الجائحة بإذن الله تعالى. دكتورة، كيف يمكن استمرار العمل على تسريع البرنامج الوطني للتطعيم وفق الخطة الموضوعة خلال شهر مارس الجاري؟ طبعا مثل ما سبق وذكرت، مهم جدا الإقبال على الخدمات المقدمة. المبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح يبدأ الفرد بنفسه، يحث أفراد أسرته، محيطه الاجتماعي، لأن الوقاية خير من العلاج. خيارات اللقاحات موجودة، خيارات عدة متاحة، مواقع مختلفة سهل الوصول لها موجودة للحصول على هاي الخدمة، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا. حكومة البحرين وقيادتها والفريق الوطني، العاملين الصحيين وجميع اللي في البلد يوضعون صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة أولوية، وعشان كذي وضعت الخطة الوطنية والمسؤولية مشتركة. كل فرد يبدأ بمسؤوليته تجاه نفسه وتجاه أقرب الناس له ويقبل على هاي التطعيمات. اللقاحات متاحة، مواقع متعددة وقريبة، فكل فرد لازم ياخذ هاي المسؤولية لأن كل فرد يشكل فارق. نعم، الدكتورة جليلة السيد جواد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك.